المرسلة ألف ميم جيم من الجمهورية اليمنية بعثت عددا من الأسئلة، تقول في أولها: هل تجوز مقابلة زوج العمة أو زوج الخالة دون تغطية الوجه أم يجب التحجب عنهم؟ وهل هم أجانب عن المرأة وهم من الأسرة؟ نعم، زوج الخالة وزوج العمة أجانب عن المرأة، لا يحل لها أن تكشف وجهها عندهم لأنهم أجانب، وإن كانوا أزواجاً لخالتها أو قريبتها فهم أجانب منها، عليها أن تحتجب منهم ولا تظهر شيئاً من ما لا يحل إظهاره عندهم بدنها. نعم.